بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كواحد وكساب سنيهاي قفك مسلم كاهين اسكا إلى ليو تفريدك إيا إفرادك إنو حد قدبه إيا إنو كقابيو إنو ديدي كصدر الدينته إيا إنو وحي واجبك كواها وكقابيو لبدبه والديدي. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إلا يوحد لدون إياه بكم إذنك على يسر فضيت، ولا يريد بكم العسر إلهي عليس دين لدوني مايو. مركا دينت ويفضد هاي عليس مالا هاي إذنكو هاي اسكو عسلينينا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها نبقى أسوق علي عائشة وعندها امرأة كبربا مركا أكتيدة شوكتة. قال الحلم: من هذه تنواتما؟ قالت: وحيت لهذه فلانة وهبلة تذكر من صلاتها. وحي آدو أمانتي صلاة ديدا أي عبادة ديدا أي آدو أمانتي. قال النبي حلم: مه عليكم بما تطيقون سكدا أي كتشوغا عليكم وحدوشينا بما تطيقون وحا أتكريسان. فوالله بان قدارته لا يمل الله حتى تملوا. إلهي سبحانه وتعالى ثوابك ودين قرائي كدال ما إلا إذن كداشان. وكان أحب الدين إليه ما دام صاحبه عليه. إلهي وحد الدين أجعلي هاي كأو صاحبك دائمه توقفك دائمه أي إلهي الدين أجعلي متفق عليه. نبقى عليه الصلاة والسلام عائشة يوصو قلعي يدو قبر إلا تشوكتو قبر دي بي آدو أمانتي صلاة دي دي عبادة دي ده. تبنى نبقى عليه الصلاة والسلام حرمه كلمة النهي وسجر وكلمة ديد مو يتشوكين كلمة دو حال استعمال أمرك الشيء اللي قاعد تشوكين يسلم مركا أنا اللي قود دي دايو اسكد داية أرنكو عين كام ما هي. مركا نبقى عليه الصلاة والسلام مركو تاك وديدي أيود عليكم بما تطيقون وحدوشينا وحا كرتان أيون بالايد ساري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفنا لما ساري وحي كري سمو يعني. فوالله يبان كدارته لا يمل الله حتى تملوا معنى هذا وحوي إلا يقطع ثوابه عليكم. إلهي سبحانه وتعالى إذن كبقوين مايو ثوابك وإذن كإذن قريو وجزاء أعمالكم يعمل الذين وإذن كأبالين أيوه ويعاملكم واحد كل معاملة يا معاملة المال اللي سيدي مدالي معامل كيوكلي حتى تملوا إلا أداشان ودبيدنا إلهي ويدين كقوية مركا ثوابك دمر دا عمل كي تشوشسين وحاها بون قفك إنو لي ما دا عملك إنت أو كرأيو أي أو دائم كرأيو سي أبالك إيا ثوابك أو دائمه ومثلا عملك وحوقا بسما فرال يسنه فرال كيساق سيدي سالولا إمانا ياساق لغانا قابين مايو وحنا لغو داري مايو لكن سنة ياشا ayaa la doonayaa qofku inta uu karaayo inuu la yimaado oo aanu dhidhiina ku darin iskuna adkeynin laakiin inta uu karaayo ee uu daaimi karayo inuu la yimaado. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة راد إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. صدح نبا يمد قريه رسولك إيغو ورئيسان أي عبادة سيدو نبي أو عبادة يستو. فلما أخبروا مركة أو ورهبين كأنهم محبد مودا تقالوها إن يرايستين فقالوا حيث هذين أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم إنك النبي حقين وككسو قرنهاي أنا لمد منهم بالليل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نبي قوالا رافي الدنبي سيهورا إيكي دنبابا. قال أحدكم مدبا مركا وحيدا أما أنا قمياء فأسلي الليل أبدا أنو هبين ودوان تكنية. وقال الآخر كيك لنا وحاولي وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أنو وان سومي ولي جي مالين كستا أفرنا ما يمالين. وقال الآخر كيك لنا وحيلو وأنا أنقم يا أعتزل النساء طمرك أيان كديران يا فلا أتزوج أبدا ولي جي قرسن ماي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم نبي قاد بيدنا إيجي ويمد فقال وحيلو أنتم إذنك الذين قلتم كذا وكذا وارما إذنك سيدا إيا سيدا يري ها بيد مركا إيرادي تبدأ نبي قول وحيلو أما والله إلهي بان قد عرته إني أنا لا أخشاكم لله وأتقاكم إلهي أنا إذن كو عبسي بدن أو إذن كو تقسن لكني أصوم وأفطر لكن أنا وان صوما وانا أفرا وأصلي وأرقد وان تكدا وانا صيحدا وأتزوج النساء طمر كان وان قرسدا فمن رقب عن سنتي فليس مني نك سنة جديدة إيقا مدمها. نبقى عليه الصلاة والسلام سدح لا سحابي يا إسبداي ما
markiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu qabtay, waanu ka joojiyey wixii khaladka ahaa ee ay ku fikireen. Oo mid waliba wuxuu isidhi, camalka kordhi, anuu habeen oo dhan waan tukanayaa, anuu maalin oo dhan waan soomayaa, anuu dumarka ay dhibeeya waan ka fogaanayaa. Nebigu markiiba wuu gaadhay, wuxuu ihi, saddexdaba anigu waan sameeyaa, ninka aniga sunnahayga diida iga mid maaha. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري إن الدين يسر دين توافضيت ولا يشاد الدين إلا غلبه قفنا اسكما أتكي إلا وكقالب نقونيسا فسددوا رحد حيست وقاربوا ردويست وأبشروا اسكب شارية واستعينوا وحد كالميستان عبادة كد داشان بالغدوة قلن كهرة والروحة إيه قلن كالدنب وشيء من الدلج إيه وقت هبينك كمدة رواه البخاري نبيك عليه الصلاة والسلام يحول الدين توافضيت قفنا اسكما أتكيو هدو اسكو أتكيو ويكحوك رونانيسا هدو فسددو وقاربو وأبشرو واردح دحيست أود دويست أو اسكو بشارية واحد كالميستان عبادة بالغدوة والروحة وشيء من الدلج وقالن كهوري يقلبتي إيوه هبينكي وقت كميدة معنا الدين تأوك لها أو عرابة وهبينكينا كفايديست وقت كميدة القستة تبلغوا دحدحايستا هو دينغاري دونتان وجهددينا خله النبي عليه الصلاه والسلام قفنا اسكما ادكيه دينتن دينت ورتو وافديت قفنا اسكما ادكيه حدو اسكو ادكيه الا غلبه ويك قالب نقونيسا غلب الدين وعجز ذلك مشاد قفكا اسكو ادكيهينا ويك قالب نقونيسا حيالي لكثره طرق ايا بدن وحانو اتاغلينن طرق دفرها بدن لي اي كو سو ارورتي موده كوبي كرايو وي كحوك رونانيس وقدو كلها وقدو وحوي وصير اول النهار ومالت قلن كده هرو لا سوده وروحنا وحويان اخر النهار وعرابه وي ودلجنا وحويان اخر الليل وهبنك اخر كيس وي وهذا استعاره تمثيليه وحا كجرتها هلكن استعاره ايا كجرتها وتمثيل بايدنا كجرتها معناه يدنا وحوي استعينوا على طاعه الله عز وجل وحد كالميستان إلهي دا عدي سبيل أعمالي عمل لذو ونأكسن مرك الله يمان إسان في وقت نشاطكم وقت قاعد في فرعون تهيد وفراء قلوبكم قلب يدي من أي سوء شيء دا وقت قاعد سوء أتكون راح يسان إسان عبادة أو آن الدين كالدالين هدا صدا يشان وتبلغوا مقصودكم وشيددين آيات قاري دونتان مرداد قلن كي هراء عبادة ستين وقلن كي تمنع عبادة ستين قيبها بين كي كمدنا عبادة ستين دي عبادي وشهددي على هيدين إله سبحانه وتعالى رأيهان شيسا يين واجبك إله سبحانه وتعالى ذكوا عدون ستي أقودتان آيات قاريسان وصدا مسافر كحريف كاهي واختيادنا وكلا أيو الصعداء واختيادا كلانا وور راحيستا يسجي دابديس وننكا حريف كاهي السفر كالير قليا وحو سمينا يا marka hore uu kala haya gelinka hore dhan buuconaya inta qabowah marka caadadu kululaato uu iska nasanaya iyo duhurkii marka walwal ku soo dhacana caraabu ku dhufanaya guura gal habeenkiina uu raacinaya oo fiida dawgiya dabadna marka habeenku soo qaabilo ayuu nasanaya oo uu seexanaya isagii daabadiisiba dabadna marka waagu soo dhawaadaabo hadana guura gal kale iyo raacinaya iyo kala haadi wuxuu gaaray halkii uu socday isagoon daalin isagii daabadiisu dibina aanay gaarin لكن كأحمق آهي آن السوق السعود كقرنين انتو اسكخوريو وبرقادة توسو ايو وقت كليلا بغاقيا دوهور كيبا اسكون هالكن بقارين ايا اسكي يدابدي سيبا اسكو كرب دعايا قاريكو نواستاسو كلي وصفرا دادير دووح اللو وضا وقت يدا ودوهور كينا وا لغن نسيا ملعدا ايا كليلك هبين كينا وو راح يستايو دوو اسكسيح دا وقت يدا انو تلماننا وو سعودا dabadna wuxuu gaaraya meeshii isagoo aan dhibina gaarin isagii daabadiisiba marka macneedu waxa weey waqtiga cibaadada ku dadaala weey waxana Anas radiyallahu anhu qaal wuxuu dakhala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam almasjid nabiga masajidka soo galay fa idha hablun mamdudun bayna saratayn wuxuu arkay xadhig ka soo laalaada laba tiir dhixdooda fa qaal wuxuu ma hada hablu xadhigana waa maxay qaal wuxuu yiri hada hablun weey li zainaba usugnaaday فإذا فطرت مركي داشو تعلقت ويسكسو لالادسا به ويعسكتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقوحوري حلوه سيبا ليصلي أحدكم متكين هاتو كدو نشاطه وقتك أوفر فرعون يهي فإذا فطر مركي دالنا فليرقدها السيحضو متفق عليه والصلاة دي بالقول لي هاي هاي سكو كلفين ونفط هذا هربين وقتك أوفر فرعون تهي عباديسو هبينكي مركي آدلولوتنا اسكسيحو مركي الدينة إلا سكو أدكي أي لديدي قفكو نيو نفتيسا كديدا عيا لديديا حايا لها دو قفكو نفتيسا اسكو ديبا او اسكو كديدو تعبادي باكو عدكانيسا
waxa doonaya qofku inuu waajibka Ilaahay subxanahu wa ta'ala ku adoonsado in la yimaado sunnayaashana inta uu karo uu la yimaado waqtiyada uu firfircoon yahay naftiisu ay soo jeedana uu la yimaado isla markaana aanu xadgudubna la imanin oonu diintii waxaan ku jirin ku soo darin bidca iyo khuraafaad waajibkiina aanu ka gaabinin oo tafriidna lama ogola inaad waajibkii ka gaabiso in waxaan jirin ku soo dartana lama ogola inna diina yusrun weeyaan waa fudayd diintu qofna iskuma adkaye illaa hadduu isku adkayana way ka qaalib noqonaysaa marka ilaahay subxana wa tacala haynoo fududeeyo diintana aynu ku toosnaano ilaahayna subxana wa tacala haynoo fududeysada xaqana haynoo waafajiwa billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.